عليكم، رمضان مبارك سعيد. السلام عليكم. زوجي ما مكنت فراتي دايري، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم عواشركم مبروكه، رمضان كريم. اصلي زوارت رمضان وريحي لي على الضا كي بعدا حفوفي كله نرمي نموت. المهم غصاد اول يوم رمضان نراداو نصور زعما ما نسوجو. سي صالح الواد، صالح الواد راه نازل. صافي الو مزال الو كيف دري حد دون بارطاجي المشتريات اللي تصغي حكدا على حساب رمضان. هضري بالعربيه يمي كنت عرفت، يمي كنت عرفت شويه ديال الشلحه. هضري عطني زعما كيزو لي سوال. المهم شرينا هاد القرعي ديال الزيت، شرينا هاد ديال العود، شنا قال لي زقرعي الصابونان، وشرينا هاد ديال لوسيو. او خدينا هاد البلاصات هادو عرفتو شفتهم لكم ديجا. و هاد جوج تبيسلات داكشي عاد هادي تحت فيها الزيتون و التمر و الكيسان ديال القهوة هادو في الزرق. خدينا خمسة حيت حنا خمسة ستيكتا هاد الصايمي مشهور حنا كنقيسيهم الدورنا جاتي فيه يعفاف سوف الله ربي صغير سوف الله لي بانيني ولكن تاهو راه في المونينيكس مونينيكس تما راه ستي صغير وني نكسح شويه على السلامتنا مع السلامتنا صافي غير لدرا نبداو الشهيوات الى حبيبي كيغلى هو غنجبسيتي هو غنجبسيتي كتفطرها اوي حدا هو هاد النبوطه كاز في الغالي اللي قال لي صالي راه راه غادي نجي نشري هو درا عاودنا من عاد فين غنسرا نصيفو قبل ما تنصحو لا خديو شي صيفو كاع ايه برينكم زينه وانت مزينه يا بنتي برينكم زينه وحده غول بهايم وصافي ديك بابا تفحم راه العشره تاع راه سايكوك سايكوك مع اللبن ديال البهايم داك الطبيعي جبت واحد لترو وجبت صايب ليا ماما سايكوك مي راه تحل برد حل لا هاتي لحق ماما سايكوك اللي صافي توحم صافي غير راه نبداو انا نبداو غير هاد الشهيوات كانو راد عجنح داك راد عجنح كاين اللي حكوا راد عجنح كانو راد عجنح داك راد عجنح حنا مسمن عج حنا حما اش كثرت الكوره تعجن تقري ثلاث سكر رغيف اللي معمرين المهم عشني عمرها شوفوا اللوس يلا جاتكم دي نح. المهم بالنسبه للكيكه ديالنا كنحتاجوا اربعه ديال البيضات وكاس ديال سنيده وثلاثه ديال الخمارات حمرين وحده بيضه وليمون قشور ديال الليمون محكوك والكاس ديال الزيت لوسيور نفس الكاس ديال السنيده الكاس ديال العنبه باش كنعبروا كاسونس ديال سنيلا
اشكون هو اللي مستقع زيت الفيوري؟ يا عود اللي زدار استقع هذاك غير اللي سيو. يا شكون كتزرع حتى تدهن الزيت؟ اللي حاول مشيت على الحلوه هذه اللي صرا باقي مسكنا تزرع باقي الزيت. المهم دهن المولسيميك انت وديت؟ يا ما عرفتش كنت وديت. بياتي تحكي صافي وهي الخلطه ديالنا ونشوفوها في النهايه. المهم اللي عرفت بزقات يا حيت بزقو راه تزرين يا حيت بزقا غير تزرين علاش عادي انت لا ما مصدق لا ما مرتبك اكي قد صان اوه يا لا دابا انت ما حسيتي الناس كاع جيتي هكا يلا درست ساكا يمي كوكر يا باش هي النور تلصقها كي كورت الصان ها بعدا يا نامينا نفش كان الفضور من ورا تخزين بومبا حنزه ما دارتنيش ليا لا تاولا 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 كاس لي زوان ما قيست كارت الصربه راه طادرت اللي غنحتاجها للمسمن وحتى دوك الرغايف معمرين اللي غتبارطاجي معكم حفيظه كنحتاج 3 ديال الجبابن ديال الدقيق فورس و جوج جبانيه ونص ديال السميده رقيقه وشويه ديال الخماره ديال العجين وشويه ديال السكر على حسب الذوق وشويه ديال الملحه ولكن قبل كل شيء غادي نسخنوا هو الاول الماء باش نعجنوا بما شويه دافي سريت في سرقة ارتجعت باش نرتاح باش كنعجن ميزا غير كنلاقي ريحة الماء ديال العجين واخا كدير خسس طيحة اودي سامح ربي حقيني كتعجن غير من بعد صافي الكيكة ديالنا طلعت من فوخة ومحمرة المهم تشوفوها في الطبلة مذوقة الجنة ديالي راه عجنتها الا عندكم بابي سيلوفان ولا غير الزيت ديال الخبز انا غنغطيها بالميكا شويه وغادي نخليوها ترتاح واحد شويه عاد غنقطعوه بالزيت وها هي الكيكه ديالنا زيننا هاد المره غير بالعسل وغندبروا عليها الكوك وصافي غتصايبي غتصايبي الحشوه ديال الرغيف دوك الرغيف معمرين ياك الرغيفات معمرين بالدجاج الشعريه الصينيه الصدر ديال الدجاج المهم الصدر هذه الدجاج هي تسمى المهم كل تيكا دجاج ايه الصدر ديال الدجاج الشعريه الصينيه خليوها في الماء تغلى الزيتون وبصله فلفله وفي اوريزو مقرض ومحكوك الطريه والبزار وداك الشيء ولا عطيرو المهم غادي تشوفوا كل شيء في الفيديو خليكم معنا Thank you.
الزيتون مقرب مشرم على الله مشرط مشرط بغيت نقول مشرط. وهاد الشعيه الثانيه غنقطعوا هذا القص وغنديروها في المقله ديالنا. اضو يا سلام الخيره ديال ميمي 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 ميمي. دابا من بعد ما طلقات لينا العجينه دابا غتصايب خبيزات معمرين. المهم بالنسبه لهادو خلاتهم ترتاحوا وعاودت حلاتهم وكتعمرهم بالحشوه على هذه الطريقه هذه. وكتسدهم بالزيت والكحل من بعد كتصبغهم بالصفر ديال البيض وكتدخلهم للفران الفوق والتحت. ايوا الحريره خلاص راه اي واحد كيعرف يصايب الحريره. ماما هي اللي كتقاد الحريره دارت المعجوز والقزبر والبصله والزيت والعطريه. المهم الحريره راه ساهله بلا ما نبارطاجيها معاكم. ايوا حفيظ هاك ميدور يا عصير الله صافي الماء انا اللي غنغسلهم بالرجوله. دابا راه كنصيبو المسمن راه نفس الطريقه. المهم انت خبزينا اللي تعمر باين انت وفنش بزاف راه غندير واسي بخير انا مي من دابا مي من درت نش السوق السميده السوق السميده باش ديش كنسمن هشيش. المهم البنات راه نفس الطويه غير هذه تنزيدو الفينو واحد جوج ثلاثة. نهار كلو تحمسي كير كرسي في الطبلايا. ايوا تيقنا نجات تيقنا كي حرب حرب حنا مسمن كيفاش جا مرق وشيش اسمح ربي حسيني. ايوا دابا ملي سالينا من المسمن دابا نصايبو بيتزا. خلاص البيتزا راكم عارفين الزيت والكحل والفلفله خضراء والطون والبصله والفرماج. العجينه راكم عارفين هي البنات تنقدو الطبيله ديالنا وبالصحه والراحه وتشوفوا داكشي كامل اللي وجدنا ياك حفيظه. الا دار من خاطري موداسور يموتاس عليه الطفس ولا كرهتي حتى كيربي زوج عيط قلت للبريز قبل فران قلو المسمن حتى تبو دراب يا شوفات غير هاد الحقيقه المره كلشي فاش كان هاد الكرات نسلي لها. شوف 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 البلاطو يا ربي السلامه كل غصب صراحه ورقدن يا يلا سكرات اللايك سكرات اللايك ما صدق المغيلة غيلة غيلة اللي ما دارش اللايك يدير اللايك. اجي سامي دار بيس العجين لا راه العدل يا سال البيتزا تنكي دايما العجين وخلصت العجينه البيتزا تترخى فالمعلقه تيبقاو من الزيت العود ملي كنتي سنتي ملي كنت خميرت صافي دوكر تعجنت الخيره نشكون العد غير البيتزا صافي نرمي. بقات هذا بعدا الكرات كوس ولكن
وصافيتهم. ها مسكي دي قنها زرمت دروس البلاد كي حنا خضرت زرمت هاتي كي سامح شي نكاثرت الراس حلي حرمي حطاد ماهي فاسن تسنى البيتزا ديالنا المهم مبارك العويش مبارك العويش لكم صحه والسلامه صحه والسلامه والعافيه امين كيفاش كان سليم نويد امين المهم نصبر هاكم غير نفسي نهار بري راك مباهره تحب وسلمتني عزام